هو راه رئيس بلديه، رئيس بلديه ديريكتور سيوتي، ديريكتور سيوتي. انا نفرح كي نقول لواحد عاونيني ندي لنا ان بيجي باش نروحوا لي بريسيليتي، نروحوا لرسكالا. علاش؟ قلت لهم انا نسيب الشغل. زعما انا زعما لا جي في جي في جي سيدي لو دوسي، سيز اوبيراسيون. كون تحفظات نبقاو شهرين باش نروح الحاجة. انا بالنسبة لي تحفظات سي بيتيتر كوتي اونفيرمونتال، كوتي رياليزاسيون. نو لو كوتي اونفيرمونتال اون بي. اسمح لي، هادو لي سيز اوبيراسيون يدخلوا في البرنامج التكميلي تاع 2021. رانا 2022. ما كاينش الحق راه في حلونا شوية لوران، حنا نديرو جو. الواقع سيد وزير، والله نحكيك في الواقع. قولوا هنا، شوف انا ما كانش هذه تاع من بعد ولا، شوف انت راك وصلت الرساله، والرساله اللي وصلتها بالك راك تهدر عليك، وتهدر بالك على صحابك اللي راهم معاك. تهدر على 180 عام نورمال. اسمع خليني يعطيك الصحه. ياك فاهمني، دوك حنا الرساله وصلت. ان شاء الله ناخذوا الاجراءات، وانا نقولها لك ما كاش الحقره، ساي حقره كانت بكري دروك الحقره راحت باذن الجزائر. داكور، وتحيه للجزائر. تفضل. هذا الريش تاع الدجاج اللي راك تقول وين نديو حنا؟ لازم لهنا. هنا. حنا حنا الاستراتيجيه تاعنا نحبسوا مع هذيك تاع الحريق والريحه، نحرقوا برك واش اللي ما نقدروش نزيدوا نرسكلوه، بصح لازم انتم تعاونونا باش نديروا وشنو الفرز الالتقائي، نروحوا للتسميد ونروحوا للريسيكلاج. كاين واحد في بليده ما نذكرش اسمه، راه حاشاك هذا تاع درك على بالي في التواصل الاجتماعي يقولوا لي الريش تاع الدجاج، باسكو يقولوا لنا الريش تاع الدجاج، ها هو المشكل تاع الريش تاع الدجاج، باسكو هو من حقه، من حقك باسكو الريحه. الريحه اسمح مي لازم نديروا اليد في اليد. حنا او الوالي وهنا قال لك الابواب مفتوحه، حنا وزاره البيئه، حنا ثاني نرافقوكم هنا، ما كاينش واحد في البلاد اللي يتحكى. فيكم تعادلا وربنا انتم وكل الورد نرضيكم عصافير من الخلد تغلد بين اهليكم جوارحنا لكم سرور ومن دمنا نغذيكم أحييكم. الرسالة التي سنوجهها أن ما طالما أن الدولة الجزائرية كانت ضمن استراتيجية معينة من أجل تسيير النفايات، لكن هناك استراتيجية أخرى تم الانتقال إليها. تعرفون أن بمراكز الردم التقني من قبل كنا نقوم بالردم أو الحرق، لذا يشكو المواطن، يعني المواطن عند الحق يشكو من الروائح الكريهة. بالإضافة إلى ذلك هناك عدم توفر العقار، ما نقدرش نرجع الجزائر كامل خنادق، لذا الواجب علينا هو التوجه نحو نظام الرسكلة لإشراك المواطن في مدى تحسيسه بالتوعية، وضرورة إشراكه أيضا هو في المشاريع التنموية، وهذه يعني اللي كان يوصي عليها السيد رئيس الجمهورية، وهي التنمية المحلية، وهي ضرورة إشراك المواطن. وشفتوها معنا أين كان هناك المجتمع المدني اللي قدم اقتراحاته اللي سمعناه ونقلناها، وإحنا نؤكد على نقطة مهمة جدا هي ضرورة تكملة هذه المشاريع التي استفادت منها ولاية خنشلة، وكما ذكرت تدخل دائما ضمن البرامج التكميلية. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.